يعني أعتقد أن هناك عدة رسائل من وراء هذا القصف، خاصة أنه يأتي بعد ما يسمى بالقمة العربية، قمة الخزي والعار، التي أعادت هذا المجرم إلى الجامعة العربية. وأيضا كما هو معلوم كان هناك بيان يدعو إلى دعم هذا النظام المجرم من أجل السيطرة على كافة الأراضي السورية التي هي خارج عن سيطرة هذا النظام المجرم. والأداة هي بالدرجة الأولى روسيا، ويبدو أن هناك توافق ما بين الدول التي دعمت بشار الأسد على دعم هذا الاتجاه، وقد يكون التمويل هو تمويل سعودي إماراتي. بدأوا هم في هذه المنطقة التي تتواجد بها تركيا، وقد يكون هناك توافق ضمني مع تركيا من أجل ذلك، وبعد ذلك قد يتوجهون إلى مناطق التي تسيطر عليها قسد. ولكن أستبعد ذلك في الوقت الحاضر، خاصة أن الولايات المتحدة موجودة هناك. وأيضا روسيا أيضا تريد أن توصل رسالة بأنها تقاتل على أكثر من جبهة، وأنها سوف تستعيد دورها في سوريا بقوة، ودعم بشار الأسد بقوة بعد تأييد الدول العربية للمجرم بشار الأسد. يعني هذا القصف الروسي ضيفي جاء بالتزامن مع قصف مدفعي نفذته قوات الحكومة السورية، ألا يأتي في إطار محاولات التقارب بين دمشق وأنقرة، خاصة أن روسيا وتركيا أعلنتا عن خريطة طريق للتطبيع؟ يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يكون في هذا السياق، خاصة أن هناك فصائل للمعارضة تتواجد هناك وتدعمها تركيا، وهذه الفصائل رغم أنها تتلقى الأوامر من تركيا لن تقبل أن يكون هناك قصف عليها وتقدم من قوات النظام عليها بالتوافق الروسي، خاصة الفترة الآن هي فترة حرجة وهناك انتخابات رئاسية. لا أعتقد أن هذا يأتي في ظل التفاهم الأسدي التركي. التفاهم التركي الأسدي هو ينصب بالدرجة الأولى على المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتركيا تريد أن تدفع بهذا الاتجاه سواء النظام أو أي طرف آخر للسيطرة على هذه المناطق وطرد قسد. هذا ما تريده تركيا، وهذا ما تريد أن تتفق به مع النظام. ولكن كما ذكرنا ذلك سابقا، هذا من الصعوبة البالغة أن يتحقق ذلك، خاصة أن لا أحد يؤيد التوجه التركي نحو النظام، سواء من أبناء المنطقة وأبناء العشائر أو حتى الكثير من فصائل المعارضة لن تقبل أن تكون رأس حربة بيد تركيا والنظام ضد المناطق التي هي خارج عن سيطرة بشار الأسد في شمال غرب سوريا، شمال شرق سوريا. لذلك أنا أعتقد أن هذا التوجه التركي الأسدي لن ينجح، على الأقل على المنظور القريب. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من لندن المحلل السياسي سامر خليبي، شكرا جزيلا.